ماشي مارودانا دائما بصحصح نسعد باستضافة سيدات مميزات، سيدات مبدعات. واليوم عندي ضيفة مميزة جدا، مثابرة جدا، مجتهدة جدا، لا تكن ولا تمل، دائما اسمها حاضر ودائما بتحاول انها تقدم للمجتمع الاردني نشاطات رياضية مفيدة ومميزة. اليوم معنا السيدة لينا الكرد، المدير العام للجمعية الاردنية للماراثونات. يسعد صباحك. يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيك. أنا لينا كثير متحمسة اليوم اني انا معاكي، والنادية للاسف مش موجودة، بس انا كثير يعني من المعجبين وبحب برنامجكم كثير. ثانك يو كثير. كنا قاعدين عم نحكي أنا والست لينا قدي دائما في هيك، يعني أنا بحس إنه الستات لما بدعموا بعض، لما هي تدخل على الاستوديو تقول لي دائما أنا بسمعكم، وأنا لما أقولها إنه أنا كتير معجبة بنشاطاتك، هذا دعم من امرأة لامرأة. بالضبط، وأنا فخورة فيكم حقيقة. وإحنا يعني كمان كتير صبايا أردنية هالقد وصلتوا، برنامجكم بدخل على القلب، بدخل على كل بيت، فعن جد إحنا كتير مبسوطين بالبرنامج. Thank you كتير حبيبتي، هذا من ذوقك وشهادة بنعتز فيها. طبعا إحنا سمعنا عن إعلان الجمعية الأردنية للماراثونات عن إقامة سامسونج ماراثون في عمان لعام 2019 يوم 11/10. نعم. ليكون متزامن طبعا مع احتفالات المملكة بعيد الجلوس الملكي لسيد البلاد. ست لينا، بداية بدنا نحكي عن أهمية هاي السنة وتميز الماراثون لسنة 2019. طبعا أهم إشي بيميزه هو الاحتفال بالعشرينية، إنه سنة إحنا يعني زي منهديه لسيدنا. نعم. لأنه تطور بزمنه وبتولي العرش، وهذا إشي الماراثون إحنا منفتخر فيه، هو سنة والسنة رح يكون نسخته الـ 11. هو بحط الأردن على خريطة العالم الرياضية، بيستقطب كثير عدد كبير من السواح. يعني إحنا مش بس رياضة، رياضة وسياحة رياضية وأهداف خيرية ورياضية وصحية وحدث وطني كمان احتفالي بأجواء احتفالية، لأنه كثير عدد كبير، حوالي 15,000 بيشتركوا فيه، فإله كثير مع مسجات إنسانية. نعم. وإحنا فخورين فيه يعني، وإن شاء الله يكون السنة ننهي يعني كمان بأحسن صورة. نعم. إحنا دائما يمكن البعض منا بيفكر إنه شو فائدة يعني ماراثون بهالكبر، وبتسكروا الشوارع وبتعملوا عجقة. الدول المتطورة والدول المتحضرة بتخصص جرعة خاصة للرياضة، زي ما قالت الست لينا، فيه له أهداف خيرية، بيستقطب عدد من السواح، بيعمل ترفيه للعائلة الأردنية. بالضبط. ترفيه صحي، بدل ما إحنا دائما عم منركز على السلوكيات الخاطئة، الرياضة شيء عظيم للعائلة. هو كمان في أجواء احتفالية. بالزبط. يعني أنا بقولوا لي زي ما حضرتك تفضلتي، طب شو الفرق يعني، ليه ما نطلع نركض لحالنا غير لما تركضوا مع جماعة، مثلا مع الشركة تبعتك، مع أولادك، مع العائلة الكريمة مثلا، أو تركض باسم جمعية خيرية مثلا بدك توصل مسج. نعم. معينة، بيعمل صدى وأجواء كتير حلوة. بعدين إحنا طول المسار نحط عنا تشيرينج ستيشن، عنا انترتينمنت عشان نشجع الناس على عملية الركض، فهو مش بس مجرد ركض، بنعمل حفلة بخط النهاية. طبعاً. فبكون حدث كامل متكامل، فأنت يعني بصير عندك هذا الإحساس إنه أنا عملت رياضة، ركضت، وبنفس الوقت دعمت جهة مثلا خيرية أو شاركت بحدث وطني، وبنفس الوقت في ناس كتير منبسطوا لما بينزلوا على البلد، إنه بيقولوا لنا صلنا سنين مش نازلين على البلد، خلتونا ننزل شفناها فاضية، فكتير انبسطنا واستمتعنا. نعم. بدي أسألك عن التجهيزات وتعاونكم مع أمانة عمان الكبرى. اكيد اكيد التجهيزات، والله التجهيزات على قدم على قدم وساق. اكيد هم بيركضوا ماراثون، احنا بنركض ماراثون من قبل يعني. انتم بتركضوا لكم 10,000 كيلو قبل ما تبدوا. بالضبط. يعني هلا بالمكتب بيقولوا شو بتعملوا، بقول لهم وير ماراثونينج اوريدي، يعني احنا دخلنا في المود. والله امانة عمان هي طبعا الشريك الاستراتيجي للجمعيه الاردنيه للماراثونات، وامين عمان بمنصبه هو نائب سمو الامير فراس بن رعد لرئيس الجمعيه. نعم. طبعا الفكره اجت من مئويه عمان من 2009، فهذا الماراثون اوريدي فكره امانه عمان. تتذكر بالاحتفالات المئوية أطلقوا. مزبوط. ماراثون عمان، وأخذ الصدى الدولي وكتير انتشر برا، وصارت الناس تيجي عليه من برا، وفي ناس توقت إجازاتها مثلا عند قريبها اللي هون الأجانب عساس يركضوا هذا الماراثون. It's the city ماراثون، يعني كل الناس بتحبه. نعم. وبتحب تشارك فيه، وخصوصا أنه بالمدينة فأسهل كتير للمشاركة. وتجهيزاتنا معهم طبعا كل شيء على الأرض إحنا مجهزه مع أمانة عمان، وطبعا هلأ في خضم التحديثات والباص السريع، فطبعا حاولنا نختار الطرق اللي نبعد عن هاي المنطقة اللي فيها الحفريات، وإحنا مننسق معاهم أول بأول. طبعا عمال الأمانة بيكونوا معنا، من موظفين، من عمال الوطن، إيش ما بخطر عبالك أي دائرة هلأ عم تشتغل معنا
على قدم وساق زي ما بيحكوا مع فريق الجمعية. يعطيكم العافية لينا، وإن شاء الله هالماراثون بيكون ناجح مثل السنوات الماضية. لاحظت لينا وإحنا عم نحضر الأغنية بأنه أيضا قوات الدرك بيشاركوا معاكم يوم الماراثون للحفظ على الأمان والسلامة، خبرينا أكثر عن هاي النقطة. إحنا هلأ في خضم التجهيزات مع الجهات الأمنية، طبعا إحنا معانا الدرك، معانا الأمن العام، معانا الجيش، معانا السير، كلها بتتكاتف في هيئة الاتصالات الخاصة للتجهيز، هم بسموهم اللجنة العليا للتجهيز للماراثون. لأنه بهمنا إحنا اللي بيميزنا في التنظيم سلامة العدائين، الشوارع بتكون مغلقة تماما للعدائين اللي بيشاركوا بأي سباق، هم طبعا كذا سباق. بيكون كمان معانا وزارة الصحة، معانا الخدمات الطبية، سيارات الإسعاف ماشية وراء آخر في حال حدا صار معه أي عارض صحي، في عنا نقاط إسعافات موجودة على الطريق، معانا جمعية النداء كمان لأي مشاركة أو أي حدا بصير معه أي حادث، بتدخل سيارة الإسعاف بتاخذ الشخص اللي مثلا صابته حالة الإغماء، مرات بغمى عليهم، مرات بتعبوا، مرات بيكون في ناس مريضين ما بيقولوا لنا إنهم مريضين بس عشان بدهم يركضوا، يعني فإحنا دائما بالطلب من موقعهم على هذا الإشي. فهاي الأشياء كلها إحنا مندير بالنا عليها، منحط محطات مي وتنشية على الطريق عشان كمان يضلوا يشربوا مي، منحط مشروب الرياضي السبورتس درينك مثلا، نحط موز كمان لسباق 42 عشان إذا حدا بالضبط بيكون جاي مش مفطر أو مش ماكل أو أي إشي بيساعد في هاي العملية. والحقيقة إحنا بنكون كتير أليرتد للسباق 42 21 لأنهم مسافتهم كتير طويلة والزمن تبعهم طويل، 10 كيلو زي ما حكينا فن رن، في منهم بوقفوا بعض ويفطروا على الطريق، يا ريت ما تعملوا هيك هاي السنه عشان تخلصوا. طالعين نفطر ولا طالعين نركض؟ خليها بعد، روحوا على هاشم بعد بعد ال 10 كيلو. فهاي كثير الامور احنا بنراعيها ونوجه تحيه للجهات الامنيه طبعا، انا بدهم محافظ عمان كمان بيكون هو بترأس هاي الاجتماعات ونعمل الخطط احنا وياهم. نعم، كثير حلو انه يكون الشغل على مستوى عالي من الاحترافيه والمهنيه، وهذا الشيء واضح وهذا سر نجاحكم ووصولكم للدورة الحادية عشر، دعم الجميع طبعا لها السنة طبعا. بدي أسألك بليز عن موضوع السباقات، حكيتي لي أنه في عدد من السباقات، وخلينا نحكي عن سباق الأطفال اللي رح يصير قبل يوم 11-10. إحنا بأربع عشرة الجمعة قبل الماراثون نعمل سباق للأطفال عشان نعطيهم خصوصيتهم تمام، وأعمار صغيرة بتشترك معنا من 6-8 ومن 9-11 و12-14 ذكور وإناث. أوكي. وبيشارك معنا فريق كتير كبير من الداون سندروم والمعاقين، ممكن سنة يدخلوا المكفوفين، فإحنا بنحاول نعطيه خصوصية هذا السباق، فبنعمله بحدائق الحسين طبعاً، بسمح للأهل يشاركوا مع داخل أطفالهم. الحدائق داخل أسوار داخل الحدائق منطقة مغلقة آمنة 100%، فيش مجال إنه الطفل يضيع، لأنه كتير إميات بيسألوني طب إذا أنا جبته لازم أركض معاه؟ لا مش لازم، بس العمر من 6-8 لأنهم صغار منحب يكون معهم مرافق، سواء كان أخوهم أو حدا كبير من العيلة. بس إحنا في مارشلز على الطريق طبعاً ومتطوعين، في إسعافات، في كل إشي، نفس كيف منجهز للكبير منجهز للأطفال تمام. بس الحلو إنه بكون منطقة مغلقة، فيش مجال الطفل يضيع، يعني هو بده يلف اللفة أو بده يرجع رجوع. أوكي. وبنعملهم أجواء احتفالية، بنجيب لهم ساحر ميشو، بنعملهم شو، بندلعهم يعني، وبنعطي الأطفال كمان هدايا عينية للفائزين لهاي الفئات العمرية، لأول تاني تالت ذكور وإناث، عشان نشجعهم، وخصوصا الفئة العمرية من 12-14 هدول هم الناشئين، هم العدائين المستقبل المحترفين اللي راح يكونوا إن شاء الله يمثلوا الأردن في المحافل الدولية إن شاء الله. كتير حلو، كتير حلو الاهتمام بالأطفال، وكتير حلو إن نزرع بأطفالنا الحب للرياضة. وعملنا إشي للأهل إنه صرنا نطلع لهم نتيجة، عشان كتير الأهل بيجوا يجربوا حالهم بهذا تمام أوكي، عشان يشوفوا حالهم 11-10 الرقم اللي بنعطيهم إياه بيكون اسمه هو مرافق، بس بنطلع له النتيجة عشان بس هو يعرف تعرف زمنه تقييمه بالضبط. طب أهم سؤال، كيف ممكن نسجل للماراثون؟ سباق الأطفال إحنا من التسجيل بالجمعية أوكي. بدأ طبعا من زمان، بس هلأ فاتحين أبوابنا من هلأ لتسليم عدة المشاركة صارت جاهزة، إحنا بنعطيهم رقم وتيشيرت وشنطة وهدايا مقدمة من الداعمين طبعا. نعم. فتسجيل أوريدي بالجمعية من 10-6 يوميا، اللي ما بده يجي بس بده يجي آخر يوم بس ياخذ أغراضه بيقدر يسجل عن طريق الويب سايت أو عن طريق الموبايل أبليكيشن تمام. اللي هو ران جوردن اسمه، ران جوردن أوكي. ران جوردن .com الويب سايت. في عنا كمان نقاط بيع بكوزمو سيتي مول تاج مول يوميا من الساعة 4-10، بس أنا بقولهم يعني اللي بيسجل بهاي الأماكن واللي بيسجل أونلاين لازم يجي على المكتب ياخذ عدة المشاركة أو يبعت حدا بيجيب لنا معه الرقم الأونلاين اللي مسجل عليه. أوكي، وين موقع الجمعية؟ إحنا بشميساني بشارع أوكي. الثقافة تاني دخل على اليمين. هذا بالنسبة لسباق الأطفال طبعا. نعم. ب 11-10 عنا أربع سباقات اللي هو 42 فردي للأشخاص بركضوا 42 كيلو، في عنا تتابع
42 يعني ممكن جروب مثلا يركضوا مع بعض، لانه في كتير ناس بيقولوا احنا محترفين ما بدنا نركض الفن ران العشرة كيلو، بدنا نركض اشي رسمي. فبقدر يكونوا اربع اشخاص ذكور او ذكور واناث او اناث لحال. أوكي. بسموا فرق، هلا عندنا كتير اجانب بيجوا بسموا مثلا وادي ران مسمين حالهم اشي، مسمي حاله النشميات الستات حلو. وهيك، فهذا اشي كمان كتير حلو انه كل واحد بركض مسافة 10 كيلو، لانه المسار عبارة عن دائرة 10 كيلو بنعاد اربع مرات. هدول كمان بيقدروا يسجلوا أونلاين أو عن طريق الموبايل أبليكيشن. إذا لا بعد سباق الأطفال من 5:10 ل 10:10 بنفتتح إشي اسمه القرية الماراثونية بحدائق الحسين. أوكي. بيكون الدوام من 12 ل 9 بالليل عشان في مصفات الأعداد كتير كبيرة اللي بتسجل، وعشان نسلم عدة المشاركة، وبيكون في زي فيليج هيك عاملينها بأجواء حلوة واحتفالية للناس اللي بتيجي تسجل عشان تتحمس. كتير حلو يعني أنا تحمست صراحة وجعبالي أجرب، رح أكون لازم. إن شاء الله موجودة معك لينا ومع كل العدائين الأردنية والأجانب. تعالي شجعي جوزك كوني على خط النهاية. هو بركض وأنا أنا بس بفطر، أنا هيك وضعي لأني أنا جماعة اللي بفطروا. بدي أشكرك لينا الكرد، نورتينا مديرة الجمعية أو المدير العام للجمعية الأردنية للماراثونات، نورتينا وأتمنى لكم كل التوفيق. وما تنسوا بتقدروا انكم تسجلوا من خلال الويب سايت runjordan.com او الموبايل ابلكيشن ران جوردن، او تزوروا موقع الجمعيه بشمساني. ولينا دائما نشيطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فبتقدروا توجهوا لها اي سؤال وهي رح تجاوبكم، وعلى الفيسبوك كمان وعلى الفيسبوك اي سؤال بيسالونا اياه يعني 100%. كمان احنا جاهزين موفقين. شكرا لك وجهودك دائما تقدر. شكرا جزيلا. واحنا سعيدين انه هاي السنه شركائكم الاعلاميين بننبسط بهالنوع من الفعاليات، واحنا فخورين بهاي الشراكه وبنوجه لكم شكر يعني والراديوهات وعمان تي في، فاحنا كثير مبسوطين الحقيقه. ثانك يو لينا جزيلاً. نورتينا، ثانك يو كثير. صح 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 ص